الله. طبعا اقول لك منور بالبدايه. بدأنا في انطفاء الكهرباء، ان شاء الله تجي السحب بالمولد. انا يعني مشترك بالدينار العراقي بالمولد. ها يعني مو بالدولار زين، ولا المولدات ما ياخذون دولار. هناك فرق ايضا، يعني الحكومه خصصت للمولدات مبلغ ونحن ندفع الضعف، وهذا على مرأى ومسمع من الحكومه العراقيه. اعتقد حتى السلطات الامنيه بشخصهم ايضا يدفعون مبلغ ضعف للمولدات على الرغم من وجود حكومه ورقابه. على كل، بالعوده الى سؤال جنابك الكريم حول سعر الصرف وارتفاعه في العراق وما ادى بالاتجاه السلبي نحو الاقتصاد وتدهور الاقتصاد العراقي، بالاضافه الى هذا فان الديون الامريكيه يعني العراق ربما بلغت نصاب 152 مليار دولار عراقي. دولار لو دينار؟ هذا تجماله فوق الحمل تجماله. فاحنا بالتالي عزيزي يعني على ضوء سؤال جنابك الكريم، هل هناك دول اخرى يعني تعاني مما عانى منه العراق؟ الحقيقه هناك نفس المعاناه، ولكن هناك حلول كانت بالسيطرة على الدولار وأضرب مثال على ذلك، تركيا ربما ليست ببعيد، كان عليها ربما بعض العقوبات وبعض الضغوطات إلا أنها وجدت حلولا بالاستغناء عن الدولار العراقي بنوعا ما، ليس بالتمام ربما بالاكتفاء الذاتي ربما بالاعتماد